أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني مع حلقة جديدة من مادة الرسم الفني للصف الأول قسم ملابس جاهزة. الحلقات اللي فاتت احنا خدنا فيها الأدوات المستخدمة في الرسم زي المثلث والمسطرة، وأخدنا أنواعهم، وأخدنا أنواع الأقلام الرصاص وأنواع الورق وأنواع الأقلام الملونة اللي بستخدمها، واخدنا بعد كده النقطة والخط وايه تأثير النقطة والخط في التصميم، واخدنا العلاقة بين الخطوط وبعضها، واخدنا العلاقة بين الخط والنقطة. النهاردة هنتكلم عن الألوان وايه أهمية الألوان. احنا عارفين ان الألوان دي نعمة من نعم الله علينا، ان احنا نعرف الألوان ونعرف استخداماتها ونقدر نفرق بين الألوان وبعضها، وده مهم جدا بالنسبة لتخصص الملابس الجاهزة، لان احنا عشان اقدر اعمل تصميم او اعمل منتج وانفذه على القماش بلازم اختار نوع القماش واختار اللون اللي مناسب للمنتج ده او للديزاين اللي انا هعمله او للتصميم. وطبعا في الوان بتبقى فاتحه والوان غامقه، وفي الوان بتتلبس في الصباح وفي الوان بتتلبس في المساء، وفي الوان ما ينفعش تتلبس في الصباح، ايه هي الالوان اللي ممكن ما البسهاش في الصبح وايه الالوان اللي ممكن البسها بعد الظهر، وكمان ان انا لو هستخدمها في الاعلانات في اي استخدامات اخرى لازم اعرف ايه هي الالوان اللي اقدر استخدمها في الملابس، في التلوين، في الزخرفة هناخدها برضو، في التطريز ازاي لما اجي اعمل وحدة على المنتج بتاعي، هطرز على جيب، هطرز على كولا، هطرز على ياقة، هعمل ملاية سرير، هعمل فستان طفلة، بلوزة، يبقى التطريز لما اجي اطرز ازاي استخدم الالوان المناسبة للمنتج بتاعي وتناسب كمان الغرز اللي هستخدمها وتناسب الايه اللي تظهر الغرز، تظهر الجمال، لان الالوان هي اللي بتظهر جمال المنتج. فاحنا هنبدأ ناخد الالوان النهاردة بالتفصيل. تعالوا مع بعض كده نشوف الالوان هناخد فيها ايه النهاردة. اول حاجة احنا هناخد تعريف اللون. بقول اللون صفة أو مظهر للسطوح التي تبدو لنا نتيجة لوضوح الضوء عليها، يعني الألوان بتبقى مصدر من مصادر الضوء، يعني أنا لو ما فيش ضوء مش هشوف إيه، مش هشوف اللون كويس. مش كده لما بنيجي نختار الألوان بنقول نختارها في الصباح، يعني لو هاجي أشتري قماش لازم القماش ده بشتريه الصبح ما بشتريهوش بالليل، لان في الاضاءة في الصبح بتوضح اللون اكتر من الاضاءة ايه اللي هي الاضاءة المصابيح العادية. طيب يبقى بقول هو اللون هو ايه؟ اللون صفة او مظهر للسطوح التي تبدو لنا نتيجة لوضوح الضوء ايه عليها. اللون عامل كبير ومهم جدا في تقدير الابعاد والمسافات، معرفة الانسان للالوان واستخدامه لها قديما حيث سجلتها الآثار على مر العصور. يعني اللون عامل كبير ومهم جدا في ايه؟ تقدير الأبعاد والمسافات. في ألوان اللي هي ألوان الفاتحة بتدي مساحات كبيرة، الألوان الغامقة بتدي مساحات صغيرة، زي كده ما يكون ايه واحد جسمه مليان شوية فبيلبس دايما الألوان الغامقة عشان تبين ان جسمه مش مليان، لكن الوان الفاتحه بتدي ايه؟ بتدي امتلاء للجسم، فدي مهم جدا ان انا اعرف ان انا لما اجي اعمل المنتج لحد جسمه فات يبقى ما اختارلوش الوان فاتحه، ما اختارله الوان ايه؟ غامقه، وكمان ما اختارلوش مثلا الاقلام المقلمه اللي هي بالعرض، يبقى بختار، يبقى هو ده مهم جدا الالوان. يبقى احنا عندنا الالوان الفاتحه بتدي مساحات ايه؟ كبيره، لكن الوان الغامقه بتدي مساحات ايه؟ صغيره. تعالوا نرجع تاني كده للتعريف. بقول تاني هنا ومعرف طبعا الانسان البدائي عرف الالوان من ايه؟ من الطبيعه، استخرج الالوان بتاعته من الطبيعه، يعني اخذ الالوان زي لون السماء، زي لون البحر، لون الرماد اللي هو لما يجي يحرق العظم او البواقي بيحرقها فبيطلع لون الرماد اللي هو اللون الرمادي،
اختار اللون الابيض طبعا من الطبيعه، اللون الالوان الخضراء من الاشجار، ورق الاشجار البني من فروع الاشجار ولون الشجر. احنا عندنا كمان اللون اللي هو الالوان بتاعتنا الاحمر والبنفسجي، الالوان دي كلها الوان الزهور. فالانسان البدائي بدا ياخد الوانه من الطبيعه ويعمل الوانه من ايه، من الطبيعه. فهو من بدا يعمل يحكي قصه حياته ويلون قصه حياته من ايه، من خلال الالوان اللي هو استخرجها من ايه، من الطبيعه. يبقى احنا عرفنا ان اللون ده مهم جدا، ان انا ممكن يبقى لون لشخصيتي، لون لحياتي، اوصف بيه حاجة معينة، اوضح بيه حاجة معينة. فهو اختيار اللون ومعرفة الالوان ده مهم جدا، وايه ومن ايه، من افضل نعم الله ايه علينا. نرجع تاني لموضوعنا، نظرية الألوان الأساسية. إيه هي نظرية الألوان الأساسية؟ طبعا الألوان الأساسية إحنا عارفينها اللي هي الأحمر والإيه والأصفر والأزرق، دي الألوان بتاعتي اللي هي الإيه الأساسية. طب بيطلع منها إيه؟ بيطلع منها الألوان الثنائية والثلاثية والألوان المتممة. يبقى أنا أساس الألوان عندي هي الألوان إيه الأساسية اللي هي الأحمر والأصفر والإيه والأزرق، وبيطلع منها ألوان اللي هي إيه الثنائيه والثلاثيه والايه والمتممه. هنعرف كل لون لوحده ده بايه بيظهر عندي ازاي. تعالوا مع بعض كده نشوف مع بعض تعريف اللون. هناخد اول حاجه تعريف اللون. هعرف اللون ان هو ايه، هو الماده اللونيه او الصباغه المستخدمه في التلوين والدهانات، وهي التي تكسب السطوح مظاهرها اللونيه. يبقى انا عندي هنا الايه اللون هو الماده ايه، الماده اللونيه او الصباغه المستخدمه في التلوين والدهانات، وهي التي تكسب السطوح مظاهرها ايه اللونيه. تنقسم الالوان من حيث ايه بقى، من حيث تركيبها او مزاجها الى ثلاث اقسام. يبقى انا عندي الالوان هنا ايه، تنقسم الالوان من حيث ايه، تركيبها ومزيجها الى ثلاث الوان. يعني انا عندي ثلاث الوان، يا اما بمزج ثلاث الوان مع بعض او بمزج لونين مع بعض. طب هيظهر لي ايه بقى، تعالوا نشوف مع بعض كده. اول حاجه هنتكلم عن الالوان الاساسيه، هي التي لا يدخل في تركيبها احد. الالوان الاساسيه التي لا يدخل في تركيبها احدها اي لون اخر. يعني انا الالوان الاساسيه بتاعتي دي ما بيدخلش في تركيبها اي لون تاني، يعني اللون الاحمر هو هو، اللون الاصفر زي ما هو، اللون الازرق زي ما هو، انا ما بستخدمش اي الوان في تركيبها. يعني دي الالوان ايه الاساسيه بتاعتي اللي هي ايه، الاحمر والازرق والايه والاصفر. دي الثلاث الوان الاساسيه اللي انا بستخدمهم في تركيبه الالوان بعد كده. طب هاجي بقى اشوف مشتقاتها ايه في من الالوان دي. تعالوا نشوف مع بعض كده مشتقاتها ايه. الالوان الاساسيه طبعا احنا هناخد دايره الالوان مع بعض وهنشوف مركب لونين على بعض هيطلع شكلها ازاي. بعد كده عندي خلط الالوان، عندي ايه خلط الالوان. يبقى احنا خدنا الالوان الاساسيه اهي، هناخد دايره الالوان مع بعض وبعد كده هناخد خلط ايه الالوان. الالوان الثانويه او الفرعيه دي الايه، اول حاجه بتطلع لي من تركيب لونين مع بعض، هي تركيب من امتزاج لونين ابتدائيين اللي هما مين، اللي هو يا اما احمر مع ازرق او اصفر مع احمر، او اصفر مع ازرق، او ازرق مع ايه مع احمر. بيطلع مني منهم البرتقاني والاخضر والبنفسجي. يبقى الالوان الثانويه لما بمزج لونين مع بعض من الالوان الاساسيه بيطلع لي اللون البرتقاني واللون الاخضر واللون البنفسجي. نيجي بعد كده الالوان الثانويه. الالوان الثانويه بتبقى هي ما تركب احداهما من امتزاج ايه لونين، يعني بيعمل مزج لونين ثانويين، يعني بيبقى فيه لونين ثانويين بمزجهم مع بعض. فبيديني ايه في الالوان دي بقى، تعالوا نشوف نديني ايه في الالوان. بيديني طبعا ايه اللي هي بقول عليها مزج لونين، هنقول هي ما تركب احداهما من امتزاج لونين ثانويين او من ثلاثة الوان ايه ابتدائية.
زي بيديني اللون الليموني والزيتوني والبني. حاضر. طيب بيطلع لي مين؟ اللون الليموني والزيتوني والبني. الليموني بيتركب من برتقاني واخضر، ودي اول حاجة. الليموني بيتركب من ايه؟ من البرتقاني زائد الاخضر، ماشي. الزيتوني بيتركب من البنفسجي زائد البرتقاني، والبني بيتركب من بنفسجي زائد ايه؟ زائد برتقالي. دي الالوان الايه؟ الثانوية. تعالوا بقى نمشي مع بعض كده، ناخد دايرة الالوان وناخد ازاي نركب الوان مع بعض. تعالوا بقى نشوف مع بعض كده هنشتغل ازاي مع بعض هنا، ونعمل دايرة الالوان، ونعمل ايه الشغل بتاعنا، ان احنا نعرف ازاي نركب الوان مع بعض. طبعا انا بجهز الادوات بتاعتي، بجهز الباليتا، ماشي اهي، بجهز هنا برضو معايا ايه، اتنين كده غطيان زيادة هنا. الالوان اهي، الاحمر والاصفر والازرق، ماشي. بجهز الفرش بتاعتي، بتبقى دايما الفرش اللي بستخدمها فرشة واحد وتلاتة وايه وخمسة علشان اعرف اشتغل بيهم، وممكن يبقى معايا فرشة زيادة، ماشي. طبعا انا مش هستعمل الالوان اللي هي الجواش دلوقتي، دي الوان جواش بتبقى بديلة لل الالوان بتاعتي. دي سحاحة كده باخد بيها المية وايه، وانا اعمل بيها نقط مية بدل ما ايه ما اعمل نقط كتير. عشان نطلع بس الايه، القلم الرصاص اهو، والاستيكة بتاعتي، و البراية لو احتجتها خليها جوه هنا عشان انا ممكن محتاجش ايه البراية وانا ايه بشتغل. طبعا ايه المقلمة بخليها جنبي بحيث ان انا ايه ما يبقاش عندي زحمة وانا شغالة. هنا طبعا في السفنج، بستخدم سفنج زي ده كده، ده بستخدمه في امسح بيه الفرش او ان انا اعمل بيه الارضية لو هشتغل بيه الارضية. تعالوا بقى ايه نبدأ نشتغل مع بعض كده. هاخد اول حاجة ان انا هرسم الايه الدايرة بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. خليكم معايا هنا بقى كده في الورق بتاعي، هجيب المسطرة اهي، تمام، وادي البرجل اللي انا هشتغل بيه. هعمل ثلاث دوائر، فهاجي هنا على البرجل بتاعي بعمل اول دايرة اعملها اتنين، نص القطر بتاعها 2 سنتي، واجي اروح حاطه. طبعا اهم حاجة الورق بتاعي يبقى نضيف خالص، لان ما بحبش الورق بتاعنا يبقى فيه اي خطأ. ادي الدايرة الاولى اهي عملتها، يبقى قطرها كام؟ 2 سنتي. هاجي للدايرة التانية هعمل الضعف بتاعها، يبقى قطرها كام؟ 4 سنتي. على نفس النقطة ممكن اعلمها بالرصاص كده، احط نقطة صغننة كده بحيث ان انا عارفة النقطة اللي انا وقفت عليها، بس ما اعملش حفرة بالبرجل عشان ما بوظش شكل الرسمة بتاعتي. ادي الدايرة التانية، هاجي للدايرة التالتة هتبقى نص قطرها كام؟ 6 سنتي اهي، ادي 6 سنتي اهي، ادي كده انا عملت كام؟ عملت التلات دوائر بتوعي بالرسمة بتاعتي. هاجي بقى لو انا ما عنديش مثلث، هاجي بالمسطرة اروح عاملة الاقطار بتاعتي، بس اعملها بخط خفيف خالص عشان انا همسحها بعد كده عشان اعمل التقسيمة بتاعت ايه؟ بتاعت الرسمة. عملت كده ايه الخطوط بتاعتي، هاجي بقى عشان امسح الخطوط. ادي اللون الاحمر اهو، لون هنا الازرق، هنا اللون الاصفر، تمام.
يبقى لازم تكون المسافات قد ايه؟ قد بعضها. ما تكونش المسافات ايه؟ مش قد بعضها. مجرد النظر كده. طبعا المثلث بيظبطها معايا اكتر من ايه، من طبعا هي هنا مش هتبقى واضحة قوي لان انا ما بتقلش الرصاص في الرسم، ولازم الاستيكة اللي بستعملها تكون نظيفة جدا عشان ما بتعمليش اثر. بعد كده باجي همسح الخطوط الزايدة عشان تطلع لي الجزء اللي انا عايزاه مظبوط. بحاول اظبط بايدي كده دايرة الالوان ويكون المقاسات كلها ايه مظبوطة علشان خاطر ما يبقاش في خطأ اثناء التلوين او يطلع لي خطوط كده جديدة ملهاش لازمة، او التقسيمة بتاعت اللون تطلع ايه كبير كده اهي. يبقى انا من تقسيمة الاقطار نفسها هقدر اطلع ايه تقسيمة اللون. طبعا انا عندي اللي جوه ده هيبقى ايه، هيبقى برتقاني واخضر، اللي احنا عارفين الالوان بتاعتي اللي ايه البرتقاني والاخضر. ماشي، هنا هعمل بقى التقسيمة الداخلية هلاقيها متظبطة معايا كده. كده انا خلصت ايه دايرة الالوان ورسمتها مظبوط. احاول على قد ما اقدر ان انا اظبط ايه الايه الرسمه بحيث ما يبقاش في اي ايه اي خطأ في اي حته تانية. كده انا خلصت رسمه ايه دايره الالوان بتاعتي. هاجي مباشره كده ابدا ايه، طبعا انا بنضف على طول كده بالسفنجه، بخلي السفنجة معايا كده واحط ايدي عليها، واحط ايدي على السفنجة وانا برسم. اول حاجة هعمل هاجي للون الاحمر. طبعا لما باجي ارسم مساحات كبيرة باخد الايه باخد فرشة كبيرة. طبعا انا اهم حاجة واجي اشتغل ان انا ما يكونش الالوان، حط طبعا على السفنجة كده عشان ايه لو ايه السفنجة تتوسخ مش مشكلة، بس الترابيزة اللي انا بشتغل عليها ما تتوسخش. وهشتغل بلون واروح قافلاه على طول. هفتح المية بتاعتي اهي. ماشي، ممكن اشتغل على طول من باخد بالسحاحة كده اهي الايه المية اللي انا عايزاها واروح قافلة المية على طول عشان خاطر ما ايه المية ما تقعش تبهدل لي الدنيا. هاخد بقى اللون اهو الاحمر اهوت وابدأ الون اللون الاحمر، امشي على الحدود بتاعتي، بحاول ما اخرجش بره الحدود زي ما احنا شايفين كده. يبقى انا هنا هلون ايه، هلون اللون الاحمر، ولازم يبقى اللون بتاعي وانا بلون يبقى ماشية في اتجاه ايه واحد مش في اتجاهين وانا شغالة، ما يكونش اللون فيه مية كتير علشان لو اللون فيه مية كتير مش هينشف بسرعة وممكن يدخل على ايه اللون التاني ويضايقني وانا شغالة. لازم اخد بالي من ايه من الحتة دي واعرف اوزع اللون كويس جدا في المساحة، بالذات في المساحات الكبيرة. المساحات الصغيرة بتبقى الدنيا معايا ملمومة شوية اكتر من كده. هرسم اهو، همشي كده شايفين معايا كده، همشي واحدة واحدة كده مع اللون لغاية ما اخلص الدايرة بتاعتي.
اللي هي الايه اللون الاحمر. كده انا لونت اهي الدايرة وخلصت اللون الاحمر بتاعي، تمام. عقبال ما اللون ينشف تكون بقى، طبعا انا بوزع اهو اللون بتاعي كده. انا هحتاج اللون الاحمر ده منه كام هحتاج منه لونين، فاجي احط في الباليتا لون احمر اهو، وفي في الباليتا وفي ايه في ناحية تانية في الباليتا لون احمر، بخليها كده معايا وانضف الفرشة اهي كده واخليها بعيد عني. طبعا لو في كوباية احط ايه الباليتا فيها. طبعا انا كده مش هحتاج اللون تاني، فاروح ايه قافلاه كده واجي استعمل اللون الايه اللي بعديه اللي هو الاصفر. طبعا انا بحاول انضف ايه تماما عشان خاطر ما يبقاش فيه اي ايه اي حاجة توسخ لي ايه الورقة اللي انا بشتغل فيها. حافظ على النظافة بتاعة الورقة مهمة جدا. طبعا اللون هنا مش محتاج مية، فايه باخد كده اهو وايه وابدأ الون اللون الاصفر. معايا برضو نفس اللي احنا عملناه، الالوان ما تدخلش على بعضها، واحاول امشي على الحدود بتاعة الخط بحيث ان هو ما يخرجش بره، واوزع اللون في الدايرة. وزي ما قلنا اللون يبقى خفيف، يبقى ولا تقيل ولا خفيف، يبقى معقول بحيث ان هو يديني الشكل اللي انا عايزاه، وتوزيعة اللون ما تبقاش فيه ايه في خطوط كده في اللون، او اللون يبقى باهتان وانا شغالة. دي مهمة قوي قوي قوي، واخد بالي قوي منها وانا شغال برسم في الامتحان كمان، لان في الامتحان بيبقى الوقت انت بتبقى مستعجل. لا احنا مش عايزين نستعجل في الالوان، ما تزودش مية عشان خاطر ما اللون ياخد وقت في النشفين. طبعا انا كده الايه خلصت الاصفر، هحتاج الاصفر لوحده اهو، احطه هنا في الباليتا كده بالفرشة بتاعتي. ماشي، واحتاج الاصفر مع الاحمر اهو عشان اللون، وامسح الفرشة احنا مش هنعمل عشان ما نعملش زحمة كده، واروح قافلة اللون الاصفر بتاعي اهو كده. لو حسيت ان ايدي مش نظيفة روح جايبة ايه السفنجة ومسحة ايدي في السفنجة كده عشان ايه ما يطبعش في الالوان. كده انا خلصت الاصفر والاحمر، هنيجي للون ايه الازرق. طبعا انا بخاف من الالوان الغامقة. ليه بقى؟ الالوان الغامقة بتبقى ساعات بتلطش فبتبقى فيها مشكلة. طبعا اللون هنا عندي ايه مش محتاجة ازود له مية، الفرشة اللي معايا رفيعة برضو، انا هحط ايدي كده اهو عشان امشي مع اللون اهو، وامشي على الحدود. طبعا الفرشة لما بتكون رفيعة بتبقى متعبة شوية بس مش مشكلة اهي. امشي معاها برضو على الحدود بتاعتي زي ما احنا شايفين كده اهو، عشان اعمل دايرة الالوان وتطلع دايرة الالوان مظبوطة. وايه ونعرف بعد كده بقى، ناخد بقى بعد كده الالوان ايه المتممة، وازاي استخدم الالوان، وازاي اعمل تطريز على وحدة زخرفية على منتج. يعني النهاردة ممكن نبدع شوية في الايه في الالوان.
ان حصة الالوان دي بتبقى حصة ممتعة جدا جدا، وحصة مادة الرسم الفني دي هتبقى يعني لو انت مهتم بيها قوي دي مهمة جدا، كناحية بتزود الناحية الفنية والناحية الابتكارية والابداع عندك، لان ايه انت بتختار الالوان، ممكن تختار كمان النقشة، ممكن احدد كمان القماش، ممكن انا اطبع عليه لو انا عايزة اطبع عليه، في دلوقتي بيعملوا على القماش حاجات للسياحة، بيعملوا عليه مزارات السياحية، زي ما احنا بنروح مثلا كده بنلاقي ايه، بنلاقي الرسومات، الجلاليب الفرعونية، تطريز، اكسسوارات. فدي دراسة الألوان دي مهمة جدا في التخصص بتاعنا، وخصوصا بقى لو احنا هستخدمها في الطباعة، هستخدمها في التطريز، في اعمل شكل على الرسمة بتاع على القماش، اعمل وحدة، دي مهمة قوي ان انا اعرف الالوان وتركيبها علشان ما اجي اشتغل ابقى عارف اللون ده متركب من ايه. وطبعا احنا عندنا علبة الالوان بتاعتنا اللي هي علبة الالوان الجواش دي موجود فيها كل الالوان، لا انا ما بستخدمش الالوان اللي موجودة في علبة الالوان الجواش، انا كفاية عليا استخدم اللي هما التلات الوان دولت. ليه؟ لان انا ما بعمل تركيب الالوان بالنسبة لي افضل من اني استخدم الالوان الصريحة، لان هي مش بتطلع بنفس الدرجة اللي انا عايزها في ايه، في الايه. مش كده انا خلصت اهو اللون واقفله خلاص كده عشان خاطر اه انا ما خدتش منه، فكرتوني برافو عليكم، اخدتش منه هنا طبعا، انا خدت من الاصفر حطيت، بصوا بقى هنا قبل ما اللون ينشف نعمل التركيبة بتاعتنا، انا خدت من الاصفر حطيت على الايه على الاحمر، وهاخد من الاصفر من الايه من الازرق احط على الاحمر اهو كده، شايفين كده، نجيبها كده شوية تمام ماشي، عشان انا عايزة اجيب الباليتا اهي بس بعيد عن الايه، يبقى انا هجيب الازرق اهو احطه هنا، واجيب الازرق واحطه ايه هنا اهو كده اهو كده على ايه على الايه، يبقى انا حطيته هنا على الاحمر وحطيته هنا مين على الاصفر. طب بعد كده ايه، هقفل اللون بتاعي الازرق وابدأ اعمل التركيبة بتاعتي. تعالوا بقى كده نشوف كده، انا هاخد الاصفر ده واعمل ايه بيه الاحمر، وانا محتاجة مية هنا عشان ايه تساعدني في خلط الالوان، طبعا هجيب المية اهي وهجيب السحاحة بتاعتي الصغننة دي كده اهي، واروح حاطة مية فيها، برضو احط هنا مية واخد بالسحاحة كده، طبعا لو عندي قطارة هتوفر عليا ده، بس انا عشان معيش قطارة فبستخدم ايه السحاحة دي، واقفل كده اهو وابدأ اعمل تركيبة الالوان. يبقى اول حاجة عندي هنا هيطلع لي اللون ايه بقى يا شاطرين، مين شاطر يقول لي هيطلع اللون ايه بقى، هو اللون هنا مش كتير فهحتاج ان انا ازود اللون شوية عشان انا هعمل منه ايه شغل تاني، امسح بس ايدي كده ماشي، هزود تاني بس كده من الايه من الاحمر والاصفر، ممكن استعمل السحاحة دي اطلع بيها اللون، في معلقة بلاستيك كده صغننة ممكن استعملها اطلع بيها اللون لو انا ايه، بس انا بحاول استخدم ايه الادوات المتاحة ليا، مش شرط ان انا اقعد اشتري اللي موجود في البيت بجيبه اهي كده، واقفل ده كده اللون من على السحاحة كده بحيث ايه، واعمل اللون بتاعي الاصفر اهو زودته عشان يديني اللون الفاتح الاصفر اللي انا عايزاه، واخد منه حتة كده احطها في النص هنا عشان انا عايزة اعمل منه ايه كده، هستعمله تاني في الالوان ايه السنوية صح. طيب
هاخد بقى اللون ده كده وابدأ ألون بيه. يبقى انا قلت اصفر هنا احمر مع اصفر هيديني ايه؟ هيديني برتقال. طيب محتاجة نقطة مية، طبعا مش بالسحاحة اللي انا استعملتها دي، بالسحاحة التانية النظيفة. هاخد نقطة ايه؟ نقطة صغننة، حط نقطة بس زودش عن كده، عندي مية زيادة راح مفضيها هنا عشان بس امشي ايه، اعرف امشي الفرشة بتاعتي اهي كده اهو. باجي اروح واخده ايه اللون البرتقاني، اروح حطاه هنا اهو بين الاحمر وبين مين، بين الاحمر وبين الاصفر، يعني احمر زائد اصفر هيديني ايه؟ هيديني اللون بتاع الايه؟ البرتقاني اهو. برافو عليكم شاطرين، يا ريت لو انتوا شغالين معايا يعني دلوقتي ونشتغل مع بعض كده، يبقى انتوا بترسموا وانا برسم عشان يبقى طبقنا ايه؟ عملي. يبقى كده ادي ايه؟ ادي اللون بتاعي اهو الايه؟ البرتقاني. ويمكن انا مصغره الدوائر عشان ايه؟ نخلص بسرعه، وبعدين ما استهلكش الوان كتير، لان انا عايزه نعمل حاجات تانية بقى، نعمل ازاي نعمل تصميم على المنتج، ازاي نعمل وحده زخرفيه لما نيجي ناخد بقى الجيوب والاساور وناخد الجونيلا، هناخد بقى ايه برضو ازاي اطرز عليها، لو انا عايزه اطرز على الجيب، اطرز على الاسوره، اطرز على الكولا، ازاي اعمل ده. كده انا عملت اللون ايه؟ البرتقاني. فاضل مين؟ فاضل اللون اللي هو احنا قلنا الاحمر مع مين؟ مع الايه؟ الازرق، صح؟ ادي الاحمر مع الازرق، الاحمر مع الازرق، شكلي ممكن نزود الاحمر شوية، صح؟ عشان الاحمر عندي هنا ايه؟ مش كتير، والازرق مش ايه؟ مش كتير برضه، بس انا هزود الاحمر. ماشي، ممكن نعمله ايه؟ السحاحة بتاعتنا دي صح كده. ماشي، اسحب كده، احاول اسحب اللون بحيث ان ايه هيطلع كتير، مش مشكلة بقى لو طلع كتير، ان كده هنعمل تصميمات تانية دلوقتي او كده. ماشي، واقفل اللون بتاعي. ماشي، واخد بقى ايه حتة من الازرق، الفرشة بتاعتي بتاعت الزرقاء لسه ما استعملتهاش، هاخد منها اهو. طبعا هو ايه لو في معلقة البلاستيك دي بتوفر معايا ان انا بطلع بيها، بس عشان ايه احنا بنمشي حسب الامكانيات بتاعتنا، ما بحاولش ايه ان احنا نكلف نفسنا، كفاية ان احنا هنجيب الوان ونجيب باليتا ونجيب سكتش. خد بالي بس من الايه، باليتا ما تجيش على الالوان عشان ما تبوظليش الدنيا. طيب هاجي هنا بقى اعمل تركيب اللون بتاعي اهو اللي هو الموف، وادربه كويس جدا جدا زي ما احنا شايفين كده اهو، شايفين في الكاميرا كده واضحة اهو. طبعا بدرب كويس قوي قوي عشان اللون لو فرق معايا هيعمل مشكلة. خلاص، طيب باخد بقى منه حتة بعد ما بخلص كده، باخد حتة ليه وحطها الناحية التانية كده هنا. خلي بالكوا اختلاف الدرجات بيفرق معايا كتير. طبعا انا ما بزودش ليه بقى، لان انا بعد ما بخلص ها الفرش دي بتنشف في البلت، فمش عارفة استخدمها تاني بعد كده. هاجي بقى هنا هلون ايه؟ قلنا احنا حطينا هنا ايه؟ احمر مع ايه؟ مع ازرق. ادي الاحمر وادي الازرق، يبقى انا هاجي كده اهو
اروح حاطه ايه اللون بتاعي اللي هو الموف، امشي كده مع الخط، هقولش ان انا اعمل الخط كده، امشي مظبوط. شايفين؟ مشيت كده تمام كده. اهي احنا عملنا الايه اللون بتاعي. طبعا الالوان لما بتنشف غير لما تكون لسه ما نشفتش يعني. طبعا انا حاطه السفنجه دي عشان انا مش عايزه اوسخ السكتش خالص لما اجي اشتغل، وانا بشتغل دي اهم حاجه عندي ان انا ايه موسخش السكتش بتاعي. اهو كده انا ماشيه اهو مظبوط، اعمل الحدود بتاعتي بتاعه الخط اهي كده. انا لونت ايه، لونت الالوان الاساسيه الاحمر والازرق والاصفر، وبعد كده اخدت الالوان السنوية الاحمر مع الاصفر اداني ايه برتقاني، والاحمر مع الازرق اداني ايه اداني بنفسجي. فاضل الايه الاصفر مع الازرق، هنشوف هيديني ايه. ممكن ازود هنا الايه الازرق شوية عشان بس ايه نعرف ناخد التركيبة اللي احنا عايزينها. تمام، بزودش ازرق كتير قوي، بيبقى الالوان الغامقة دايما بتبقى ايه تبقى اقل، والالوان الفاتحة هي اللي بتبقى اكتر. يعني ايه لو حطيت مثلا نقطة ازرق يبقى احط ايه نقطتين اصفر، احط نقطة احمر يبقى احط نقطتين اصفر. هو كده اللي انا ايه بمشي بيه. ماشي. طبعا احنا عايزين ايه الصحيحة هنا نمسحها عشان خاطر ناخد بيها تاني الاصفر اهي. بس كده خلاص احنا خلصنا كده. بحاول امسح بيها كده تمام، واقفل اللون بتاعي عشان مش عايزة ايه اي ايه لخبطة تحصل. كده خلصنا اهو، نقفل بقى. بصوا بقى تعالوا بصوا بقى احنا ايه هنعمل تركيب اللون الاصفر اهو. بصوا بقى الاصفر، بصوا بديني ايه، ولازم كده كده ايدينا هتتبهدل من الالوان يعني، ده طبيعي يعني. انا بشتغل في الوان بس احاول على قد ما اقدر ان انا ايه ما بوظش هدومي، ما بوظش ايدي، ويبقى جنبي حاجه بمسح بيها على طول علشان خاطر ما بوظش الدنيا. كده انا عملت اللون بس محتاجة شوية مية. يبقى انا هجيب ايه، احط الفرشة فين عشان الفرشة ما تبهدليش الدنيا. ممكن امسكها في ايدي، بص اللون ده اهم حاجة الفرش تبقى بعيدة عن السكتش وانا شغالة. تمام، هجيب السحاحة بتاعتي اهي وازازة المية دي. طبعا انا عشان خاطر ما عنديش قطرة، احنا قلنا زي ما احنا قلنا لو معايا قطرة بتوفر معايا كتير قوي. بحط نقطة المية اهي واقلب اللون زي ما احنا شايفين كده اهو، ادي اللون الاخضر اهو شايفين بقلبه ازاي. تمام معايا؟ مركزين ولا مش مركزين؟ انت عارفين انتوا لو بتشتغلوا معايا هتتبسطوا جدا. كده بقى هعمل اللون ايه الاخضر اهو. طبعا اللون الاخضر طلع كتير بس حلو عشان ايه احنا هنستخدمه تاني. ادي كده ايه اللون الاخضر بتاعي. كده انا عملت الالوان ايه السنوية. طب تعالوا نراجع بقى، احنا خدنا اللون الالوان الاساسية اللي هي ايه الاحمر والاصفر والايه والازرق، بعد كده اخدنا الاحمر مع الاصفر اداني ايه برتقاني، والاحمر مع الازرق اداني بنفسجي، والاحمر والازرق مع الاصفر اداني ايه اداني اللون الاخضر. كده احنا خلصنا الالوان ايه الايه السنوية. نيجي بقى الالوان الثلاثية. الالوان الثلاثية انا عندي
الايه البنفسجي مع الاخضر. تعالوا نشوف البنفسجي مع الاخضر. هناخد حتة من ايه من البنفسجي ونحطها مع الاخضر. ايه ادي حتة من الاخضر مع حتة من البنفسجي. ماشي ادي احنا قلنا حتة من الاخضر مع حتة ايه من البنفسجي. تعالوا بقى نشوف كده يدينا لون ايه. ايه اللون ده؟ طبعا الالوان الثلاثية دي تديني الالوان اللي هي المشتقة اللي انا ايه ما بعرفش اطلعها. ادي اللون بنفسجي مع ايه مع الاخضر. ادي اللون اهو راح عامله كده. اقفله بقى كويس كده. ادي بنفسجي مع ايه مع الاخضر. طبعا ايه انا ممكن احرك السكتش حسب ايه حسب ما انا عايز، بس بحاول اثبته. ليه؟ عشان لو انا حركته ممكن ايدي يتوسخ من ايدي. كده انا خلصت البنفسجي مع مين مع الاخضر، وبمسح الفرشة بتاعتي كويس جدا. ماشي هنا لو في كوباية فيها مية بغسل الفرش. طب هاجي اخد بقى الاخضر مع مين مع البرتقاني. ادي الاخضر اهو مع البرتقاني. الاخضر مع مين؟ نركز مع البرتقاني. ادي الاخضر. ايه ده ايه ده ايه اللون ده؟ انا كترت الاخضر هنا، كان المفروض البرتقاني يبقى اكتر. ماشي ادي ايه الاخضر مع البرتقاني. طيب هاجي بقى اللون ايه الاخضر مع مين الموف مع مين مع البرتقال. طيب ادي ناخد الموف كده اهو كده مع البرتقال وادربه كويس جدا جدا. واخد ايه والون بقى الحته دي اهي. ايه ده عايز بس نزود اللون تاني. يبقى كده اداني الزيتوني والليموني والبني. تاني ايه الزيتوني والليموني والايه والبني. تمام يبقى احنا كده ايه اخدنا الالوان اهي الزيتوني والليموني والبني. كده احنا خلصنا ايه دايرة مين دايرة الالوان. احنا كده خلصنا دايرة الالوان. طيب انا بقى بدل ما ارمي الالوان دي هعمل واحدة كده اختار رسمة من الرسومات بتاعتنا واعمل فيها الالوان بتاعتي دي اللي انا ايه اشتغلت بيها عشان ما بوظش الدنيا ولا ان انا ايه يبقى عملت الالوان وهرمي الباليتا. لا انا مش عايزه ارمي الباليتا. انا بختار مثلا وحدات زخرفيه زي دي كده شايفين زي دي كده. طبعا هي مش باينه وحدات زخرفيه زي دي. ممكن استخدم بقى ايه الكتكوت بتاعي الجميل ده واعمل فالكتكوت بتاعي الجميل ده واعمل منه ايه وحده زخرفيه واستغل كله ايه الايه الالوان اللي انا عملتها. كده احنا اخدنا النهاردة ايه اخدنا الالوان وهمية الالوان واخدنا تركيب الالوان واخدنا دايرة الالوان. اخدنا الالوان ايه الاساسية والسنوية وايه الثلاثية. في الحلقة الجاية ان شاء الله هناخد الالوان المتممة للرسومات بتاعتنا. هناخد الالوان ايه المتممة وكيفية عمل تدريج الوان. ممكن عمل تدريج الوان باللون الابيض وتدريج الوان باللون الاحمر. يبقى احنا هنراجع كل اللي احنا خدناه النهاردة ونروح النهاردة نعمل دايرة الالوان. واراكم على خير الحلقة القادمة ان شاء الله واتمنى لكم التوفيق والنجاح.